اليوم عملت لكم تحديات كتير 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 حلوة. مين متحمس؟ بس انتبهوا، اللي بيخسر بيطلع برا، وبالنهاية اللي بيربح هو اللي بيكسب. بس انا حربح. خلوا ولا اخر شي بقلكم شو بتكسبوا. جاهزين؟ منبلش باول تحدي؟ يلا. وهلأ التحدي الاول مع ماشا وايمان، بكون معكم طوبات اورانج وعواشة مع ابيض، ومعكم وعاء. اللي بيفوت اكتر طوبات بالوعاء هو اللي بيربح. جاهزين؟ والحكم حيكون مين؟ رياض. رياض بيكون ابن اختي وهو حيكون حكم. جاهزين؟ يلا جاهزين. يلا يا رياض، عد اللون. واحد، اثنان، ثلاثة. يلا بلشوا. اول طاولة ما حدا، ثاني طاولة ما حدا. لا ايمان عم بتغشي. بس فاتت. لا الغش ممنوع. فوتت وحدة ايمان. ثاني برافو. يلا ماشا هسه وحدة، هسه وحدة. اوبا، لا ماشا خسرت وايمان ربحت. وهلا ننتقل لمحمد وحسام. يلا. وهلا التحدي مع حسام ومحمد. انتبهوا، التحدي اللي بيربح بهيدا التحدي بده يتبرى مع ايمان، لانه ايمان اللي فاتت. هنشوف مين حيربح. يلا. واحد، اثنان، ثلاثة. يلا بلشوا. اول طوبي ما حدا، حسام وحده، محمد وحده. برافو. اثنان، ثلاثة. برافو. يلا محمد. ثلاثة. محمد رفع. اوف. لا تعادل. 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 يلا تعطيهم. سيني شوي. هلا انتم فوتوا ثلاث طوبات صح؟ جبنا وحده. لا، اللي فوتوهم حترجعوا تعيدوهم. ايه. لنشوف مين بيفوت. هدول ثلاثة. لنشوف مين حيربح بالطلب. ماشي. يلا. يلا. جاهزين؟ واحد، اثنان، ثلاثة. يلا. برافو حسام. أول وحدة فاتت لحسام. ثاني. أيوة. يلا محمد. أوه. لا. حسام ربح. هلا حسام بده يتبرى مع إيمان. جاهز؟ وهلا المباراة بين حسام وإيمان. لنشوف مين بيربح بأول لعبة. هاي الاخر وحده. اوكي يلا جاهزين. واحد، اثنان، ثلاثة. لا مش على بعضنا. يلا يلا العبوا العبوا. برافو. ايه ايمان ربحانة. ايمان اثنين. ايه اوه باي. ايمان اللي ربحت في هالمرحلة اللعبة. ايمان لعبت ربحت وحسام خسر، يعني نقطة. تذكر رياض، نقطة لمين؟ نقطة لايمان وصفر لمحمد وحسام. ننتقل للعبة الثانية. يلا. وهلا التحدي الثاني. تحدي حيفسر لكم يا رياض. يلا. يلا. هلا اللعبة كيف بدنا نكون؟ أنتم أربعة. ماشا، إيمان، محمد، حسام. حقلكم أحمر، بس سألكم أحمر بتوقفوا هون. مزبوط. بس سألكم أسود بتوقفوا ثاني مال. ممنوع يعني بالنص هون؟ لا ممنوع توقفوا بالنص، اللي بيوقف بالنص بيخسر كمان. ماشي؟ ويلي بيخسر حرشل له السبراي الصابون. منيح لهون؟ ايه بس ما تنسى. واللي يرشله حيطلع لبرات اللعبه، بيكون خسر على الاخر. بيكون خسر. ما تنسى ايمان نقطة. ايمان نقطة، لنشوفها لمين؟ هي الربحانة. يلا بنبلش؟ ايه. جاهزين؟ انا حوقف هون عشان استحكموا. يلا. يلا طلعوا. يلا. واحد، اثنان، ثلاثة. احمر. اسود. بدنا نطنش لها لماشا. بس لا ايمان، ايمان وحسام محمد. هلا شو حنعمل؟ لا نزل ايدك. محمد عينك. محمد عينك. لا خلص اعمله، اعمله على شعره. اوكي يلا جاهز. اوه هسه ايمان. يلا ايمان. لا 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 اعمل له اخده، اخده ايمان. يلا يلا. لا يلا طلعتي برا انت ومحمد. انا طلع انا وماشا. انت وماشا. يلا وقفوا. يلا وقفوا ماشا. يلا وقفوا. يلا جاهزين. يلا نكفي. بالنص وقفوا. بالنص. 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 يلا. قبل بالنص. يلا. جاهزين؟ ايه. اسود. اسود. لا حسام ربح. لا ما تحط لها لماشا. لا خلص سامح المرة ما هيك؟ سامح؟ ما بتحب تحط شيء على وشك. حط لها لحسام. يلا ها.
حط له لحسام. حسام هو اللي ربح بس حنحط له نتفز مين اللي عمله هو. عشان ما تزعل ماشا. حط ها؟ يلا هيك بيكون يلا. إيمان نقطة وحسام نقطة. محمد خلاص اختفى لا حتى يا محمد تا. ما تزعل هلا بتعدي بالربعة باللعبة الثانية. يلا. هلا بدكم تجهزوا حالكم للعبة الثانية. ايه. وصلنا للتحدي الأخير، هلا التحدي مع إيمان. إيمان عندك بالونات قدامك ورياض حيكون معه بالون من اللي قدامك بس بقلبه مي، بدك تخمني اللون. إذا بتربحي اللون اللي بإيد رياض بتربحي نقطة. إذا ما بتحذريها بده ينفعل بالون المي فوق راسك. بتخسري. يلا. جاهزة؟ يلا غمضي عيونك. من دي الغاش. إيمان غمضي عيونك عشان ما تغشي. أيوه. يلا نقي اي لون. يلا اي لون نقي. حطي ايدك بس عليه. يلا حطي ايدك على اللون. ما بعرف يلا نقي لون. اللون اللي بيعجبك بتحطي ايدك عليه. يلا ايمن. هيدا؟ ايه. لا. خسرتي. ما عم ينفع البالون. انطلقت مي ايمان. وهلا ننتقل لمين؟ لمحمد. وهلا جاهز يا محمد؟ جاهز. يلا غمض عيونك. غمض. لا 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 غش. غمض. ايوه غمض. ايوه حط ايدك على عيونك. ايه عشان ما حدا يغش. يلا يا محمد. لا عم بغش محمد. يلا بدك تخمن اللون المزبوط عشان تربح نقطة. متأكد؟ لا. يلا نقي. شو؟ من. غلط. خسرت. وهلا دار حسام. يلا يا حسام. وهلا دار حسام. جاهز يا حسام؟ ايه. يلا غمض عيونك. لا 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 حسام حط ايدك على عيونك. حسام يلا. يلا اختار اللون. يلا اختار لون. انا بدي لون. يلا هي أيوة. اوه ربح. وهيك حسام بيكون ربح. جائزة. جائزة هي 200 دولار. يلا هلا بيكون حسام نقطتين هو اللي ربح، ايمان نقطة، محمد ولا شيء. وهيك بيكون حسام الرابح. يلا اجيب لك جائزتك. يلا. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. حسام محمد زعلان. لا يا محمد. وايمان زعلانة. خلص التحديات الجاية ان شاء الله انتم بتربحوا. ماشي اتفقنا. هلا الرابح حسام استلم جائزتك يا حسام. هي جائزتك 200 دولار. يا عيني شو بدك تعمل فيهم يا حسام؟ بدي اعطيه ايمان 50 دولار، محمد 50 دولار، وانا باخذ 100 دولار. يا عيني يا عيني. وانا ما بيطلع لي شيء؟ بلا بتاخذي 50 دولار انا 50 دولار. يا عيني. وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وكتبونا بالتعليقات فيديوهاتنا عبر تحدياتنا احنا. اكتبولنا بالتعليقات لإيمان شو حابين تعمل فيديوهات جديدة؟ اكتبولنا بالتعليقات لنعملهم. باي.